لي ابنة عم في سن الزواج وأريد أن أتزوجها، لكن المشكلة هي ابن عمي الذي هو أخوها، فقد رضع من أمي عندما كانت ترضع أختي الأكبر مني، فهل رضاعة ابن عمي هذه تبطل زواجي من أخته شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا مانع من تزوجك من بنت عمك ولو كان أخوها قد رضع من أمك، هذا لا يؤثر ما دامت أنها هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، فلا علاقة بينكما، لا يجوز لك أن تتزوجها، والله تعالى أعلم.